والآن مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. ورغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري ونهى توفيق. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، مؤكدا أن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. أكدت وزارة التجارة والصناعة الحرص على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية. أشار وزير التجارة أحمد سمير إلى أن الدولة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة روبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها، حيث تم إنشاء 100 مصنع بالمدينة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمدينة الجلود بروبيكي، والتي تضمنت زيارة عدد من المدابخ بالمدينة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 711 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة، مرتفعا بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 10356 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2274 نقطة، مرتفعا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة. وفتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3256 نقطة، ليصعد بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3276 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.28 جنيها للشراء و 19.33 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.37 الجنيه الاسترليني 22.34 الدرهم الإماراتي 25.25 أخيرا الريال السعودي 5.13 في أسواق المال الخليجية، ساعدت عودة شهية المخاطر وتعافي أسعار النفط في ارتفاع الأسهم الخليجية الرئيسية بنهاية تعاملات اليوم. فقد أنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية التداولات على ارتفاع بنسبة 9%. وفي الكويت صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 23%، في حين تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%. في الأردن، ارتفع رصيد الدين العام المستحق خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.6% إلى 29.16 مليار دينار مقابل 28.7 مليار دينار بنهاية 2021.
أظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول بلغ 13.89% مليار دينار، والدين الخارجي بلغ 15.26% مليار دينار. بذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا ونهى إليكم. شكرا جزيلا لك رغدة.